ان احنا هنطور نفسنا من خلال ان احنا هنبتدي نعرف النهارده ان شاء الله ازاي نقدر ان احنا نكتب سي في بشكل احترافي يساعدنا ان احنا نقدر ندخل سوق العمل او نقدر ان احنا نتخطى فكره الرهبه الاول ان احنا نحصل على الوظيفه المناسبه لينا. لكن خليني قبل كده اتكلم عن السي في بشكل محدد، خلينا نتكلم الاول عن طبيعه سوق العمل في الوقت الحالي. يمكن زمان كنا دايما بنهتم بان السي في او المعلومات اللي قدامها في السي في تكون معلومات يعني متخصصه قوي، وتكون معلومات يعني بنبالغ جدا فيها في بعض الاجزاء اللي خاصه بينا. التوجه الجديد اللي موجود دلوقتي ما اصبحش له نفس هذا التوجه القديم، تمام؟ فعشان كده النهارده خليني اشارك معاكم النقط والمحاور الاساسيه اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيها النهارده مع بعض. فنبتدي كده نعمل شيرنج للسكرين بتاعتنا ونشوف احنا النهارده هنتكلم على ايه بالتحديد. كده السكرين واضح عند حضراتكم؟ السكرين واضح يا فندم كده؟ تمام واضح. واضح تمام، اوكي. واضح تمام تمام اوكي. شكرا جدا. طيب زي ما اتفقنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على السي في رايتنج سكيلز او مهارات السي في او مهارات انك ازاي تقدر تكتب بروفيشنال سي في رايتنج. طيب ايه النقطه اللي هنتكلم عليها النهارده؟ اول نقطه هنتكلم عليها النهارده هي الرولز اوف رايتنج سي في. ايه القواعد الاساسيه اللي كل سي في لازم يتكتب على اساسها؟ يمكن زمان كانت في قواعد وكانت في اسس معينه، القواعد دي ما اختلفتش بشكل كبير لكن حصل عليها ابديت بشكل مستمر. ده اللي النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه مع بعض، هنبتدي نشوف ايه اهم القواعد اللي احنا هنبتدي نكتبها في السيره الذاتيه الخاصه بينا. ثاني نقطه هنتكلم عليها هي different types of CV، انواع السي في المختلفه. يا ترى هل في نوع واحد من السي في ولا في انواع متنوعه؟ وهل يا ترى احنا لما تكون لسه فريش بنخش على انه نوع من هذه الانواع؟ طب هل انا لسه فريش جرادويت او انا لسه طالب في الجامعه، هل ينفع ان انا اكتب سي في ليا؟ طب ده انا ما عنديش خبرات. هنشوف مع بعض ازاي تقدر ان انت من خلال احد هذه الانواع انك فعلا تكتب سي في محترف جدا خاص بيك. النقطه الثالثه هنتكلم ان شاء الله فيها النهارده هي هاو تو رايت بروفيشنال سي في، طريقه كتابه السي في بشكل محدد، وايه الخطوات وايه البنود اللي هتكون في كل بند من هذه السيره الذاتيه. النقطه الرابعه هنتكلم على جزء مهم جدا وكتير جدا جدا بيهملوه، فكره الجوب اوبجكتيف او الهدف الوظيفي. يعني ايه هدف وظيفي وايه مدى اهميته في السي في، وهل هو فعلا مهم جدا ان انا ابتدي اكتبه ولا ممكن ان انا اكنسله او ملوش لازمه خالص في ان انا اكتبه. ده هنتعرض له برضه ان شاء الله النهارده مع بعض، وهنعرف ازاي نكتب جوب اوبجكتيف خاص بينا، وايه هي وهناخد نماذج كمان حوالين كل مهاره او كل مهنه او كل وظيفه احنا عايزين نتقدم لها، ايه الجوب اوبجكتيف الخاصه بيها. بعد كده هنتكلم على جزئيه الهيد ليتر، هاو تو رايت باورفول هيد ليتر. يعني ايه هيد ليتر ويعني ايه كفر ليتر وايه مدى اهميته في السي في، وهل فعلا له اهميه ولا ملوش اهميه؟ طب هل انا كفريش هل انا يمكن ان انا اكتب هيد ليتر ولا ممكن ان انا ما اكتبوش؟ برضه هنتكلم عليها النهارده مع بعض من خلال الورشه بتاعتنا. النقطه قبل الاخيره هنتكلم على الفاتال ميستيكس ديورينج رايتنج سي في، يعني الاخطاء القويه جدا او الخطيره جدا اللي احنا كلنا بنقع فيها اثناء ما بنكتب السي في بتاعتنا، واللي بتخلينا ما بنحصلش على الوظيفه اللي احنا فعلا بنقدم لها. وبنستغرب هو احنا ليه النهارده ما تقبلناش في اي وظيفه؟ طب ليه النهارده ما حدش اتصل بينا؟ عشان مجموعه من الاخطاء اللي حضرتك ارتكبتها في السي في بتاعك وانت مش واخد بالك خالص، دي اللي ضيعت منك الفرصه اللي كانت ممكن فعلا ان هي تكون مناسبه ليك. واخر نقطه هنتكلم عليها سيرشنج فور جوبز، اذا تقدر ان انت تدور على وظيفه بشكل مناسب، وان انت ازاي تقدر ان انت ايه الوظائف الخاصه بالمستقبل، وهل فعلا المستقبل له وظائف مختلفه عن الوظائف الحاليه وعن وظائف الماضي ولا لا. ويلا بينا النهارده نبدا مع بعض رحلتنا في الورشه بتاعتنا النهارده، ونشوف ازاي ان احنا نكتب سي في. تمام؟ طيب اول سؤال عايزين نساله مع بعض، يعني ايه سي في؟
ايه معنى كلمه سي في وايه هو المقصود بالسي في؟ تمام، وهل السي في فعلا مهم ولا ممكن اي حد يكتبه لنا؟ في فتره من الفترات كنت بشوف مجموعه من الشباب يبتدي يروح لاحد المكاتب ويقول له اكتب لي سي في خاص بيا، فيجي مكتب من المكتب دوت يكتب لي يبتدي يكتب له سي في على بلاتفورم معين ويبتدي يديله فلوس. الغريب ان هؤلاء الشباب بيفتكروا ان هم كده بيكتبوا سي في بروفيشنال. الحقيقه ولا واحد من هؤلاء الشباب حصل على وظيفه من الكم اتقدم لها. ليه؟ السي في هو مش مجرد ورقه بتتكتب، السي في هو عباره عن بيان لشخصيتك، عباره عن توضيح لان انت مين، هل تستحق ان انت تنتقل للمرحله الثانيه انك فعلا تحصل على الوظيفه ديت، او على الاقل ان انت تدخل وتعمل انترفيو ولا لا. عشان كده نقدر نعتبر السي في هو عباره عن البوابه اللي حضرتك بتقدم منها او بتعدي منها عشان تروح للمرحله اللي بعدها، وهي مرحله السي في وهي مرحله الانترفيو. طيب لو ما كانش السي في بتاعك ده اللي هو يعتبر ان انا بشوفك من خلاله لبسك وشكلك وهندامك واسلوب تفكيرك واسلوب كتابتك، لو ما كانتش منظمه ده هيدي مثال عنك ان انت شخص غير منظم، وبالتالي فان انت لا يعني مش مؤهل للوظيفه دي، او انت لا تستحق انك تحصل على هذه الوظيفه. في الوقت اللي لو كان السي في بتاعك مهندم جدا ومنظم ومنسق ومتبع القواعد هنتكلم عليها، دوت هيكون هو اول خطوه انك فعلا تحصل على الانترفيو وتنجح انك تحصل على الانترفيو. عشان كده انا بقول ان نسبه 60% من حصولك على الوظيفه بدايتها من السي في. ناس بتقول 50، ناس بتقول 40، ناس بتقول 30، انا بعتبر ان هي 60 الى 70%. طب ليه؟ لان بمنتهى البساطه انا كراجل اتش ار لما باجي بشوف السي في بتاعك منسق ومنظم وبيلمس الجزء اللي انا فعلا محتاجه في هذه الوظيفه، على طول بتصل بيك وبقول لك استاذ فلان او استاذه فلانه تعالى حضرتك في انترفيو معاك. لكن لو لقيت ان هو مش منظم او مش بيلمس النقطه اللي انا فعلا محتاجها، بقول لك شكرا جدا، او مش بقول لك شكرا جدا، برميه، لان انا كل يوم بيجي لي الافات السيفيهات مش هقعد اقراها كلها، انما ببص على نقط معينه ديت اذا لقيتها فعلا متوفره دي فعلا انا هحصل على السي في. عشان كده انا بقول ان السي في هو مش مجرد ورقه مكتوبه، السي في هو شخصيه. شوف انت عايز تقدم نفسك وشخصيتك ازاي بالنسبه للاخرين عشان تقدر تسمع عليك يا فندم. انا اسف للمقاطعه، بس البرزنتيشن ما بيقلبش، هو استعد لحد حقه ولا هو كده تمام؟ البرزنتيشن ايه فندم؟ السلايد يا فندم ما يعني هو استعد واحد ثابته. انا لسه بتكلم بس عليها يا فندم. مع الكلام يعني اسم السميه يعني. لا تمام انا بس كل ده بشرح بس الاول ايه هو سي في مش اكتر يعني. تمام معايا يا دكتور؟ دكتور شرايح السلايد مش ايوه أنا. مش بي مش بي. شرايح السلايد ايه يا فندم؟ ما بتقلبش مع حضرتك، هو ثابت حاجه مثبتها؟ لا ايوه يا فندم انا لسه ما نقلهاش. انا بنقل. انا اسف انا اسف هو دكتور هاني بيعمل مقدمه لسه ما بداش يعمل شرايح. معلش بس اتفضل يا دكتور خالد اتفضل. شكرا. تمام بس فده بدايه السي في بتاعنا، ان احنا زي ما قلنا ان هي الشخصيه بتاعتك اللي انت بتقدمها في الوظيفه. طيب خلينا نبتدي نتنقل على المرحله الثانيه. طيب ايه هي القواعد الاساسيه اللي انا بكتب بيها السي في بتاعي؟ اول قاعده هي سمبلسيتي او البساطه. بمعنى ايه؟ سيفيهات كتيره جدا بنشوف ان هي عباره عن نوع من انواع فيها بهرجه عاليه جدا وفيها الوان كتيره جدا وفيها يعني زي ما بيقول كده ايه يعني تعقيدات بشكل كبير، لكن هل هي ترى بتكون ملفته؟ بالعكس، كل ما بتبقى السي في بتاعتك بسيطه ومنظمه ومرتبه وبتتبع اسلوب عرض مبسط جدا ومنظم، كل ما بيكون فيها مقدار قابليه اكتر انها فعلا تتقرا. يبقى اذا اول قاعده لازم تتبعها تكتب السي في بتاعك هي البساطه، سمبلسيتي، لازم تكون بسيطه جدا في كتابتها. تمام. طيب النقطه الثانيه او القاعده الثانيه في كتابه السي في هو الاوفيشال فوتو. طيب خلينا ناخد مثال على الصوره اللي موجوده جنبينا هنا. اول حاجه في الرايتنج سي في بتاعنا
هنلاقي مكتوب السمبليسيتي. هنشوف الصوره عباره عن ايه، شخص كاتب السي في بتاعه، يمكن يكون الكلام مش واضح شويه لكن هتلاقوها منظم جدا. كاتب هنا الاوبجكتيف، كاتب هنا الديوريشن بتاعته او الدرجات الكواليفيكيشنز بتاعته، كاتب هنا الريفرنس، كاتب هنا الاكسبيرينس اللي هو حصل عليها، كاتب هنا ايه الايديوكيشن اللي حصل عليه. يبقى اذا انت هنا منظم جدا بالنسبه للجزء بتاعك بشكل بسيط. ثاني حاجه كانت حاطط هنا اوفيشال فوتو. هنا بيجي سؤال مهم جدا لبعض الناس، في مدرسه تقول ما تحطش صوره وفي مدرسه ثانيه تقول حط صوره، طب يا ترى هل احط ولا ما احطش؟ الحقيقه انا من انصار المدرسه اللي بتقول حط ليك صوره. طب ليه احط ليا صوره؟ لان بمنتهى البساطه في بعض الوظائف اللي بتحدد ان لازم يكون في صوره الانترفيو او الشخص اوريدي اللي هو بيتقدم ليك. كمثال انا راجل مثلا بشتغل في شركه او محتاج ان انا اعين فرونت اوفيس جيرلز، فرونت اوفيس بنات. طيب في عندي بنت ممتازه جدا وممتازه جدا لكن ان هي منتقبه، سياسه الشركه ان ما ينفعش بنت منتقبه في فرونت اوفيس. فاذا في هذه المرحله لو جت هي بعتت لي السي في وجت وعملت انترفيو ممكن ما تتقبلش، لان قواعد الشركه نفسها عندي بتمنع ان انا احط منتقبه في الفرونت اوفيس. ممكن اشغلها في مكان تاني، اشغلها في الحسابات، اشغلها في الكاستمر سيرفيس، لكن في هذا البوزيشن ما ينفعش انها تكون منتقبه. نفس الفكره بالنسبه للشباب، ممكن احد الشباب شكله ما يجيش ان هو يتحط في وظيفه معينه، تمام، لكن او الستايل بتاعه. لكن عشان كده انا بقول دايما لازم تحط ليك صوره، هذه الصوره تكون اوفيشال. طب يعني ايه صوره اوفيشال؟ صوره اوفيشال يعني صوره رسميه. حضرتك ما تحطش ليك صوره مثلا وانت بتلعب في الجيم، ما تحطيش ليك صوره وانت واخدها سيلفي. ما ينفعش اروح استوديو او اروح لفوتو سيشن معين وياخد لي صوره بشكل محترف، يكون على الاقل لابس بدله او على الاقل لابس قميص وجرافات عشان خاطر تكون، او حتى البنت تكون لابسه تغيير او تكون لابسه لبس يتناسب مع الوظيفه اللي هي فعلا متقدم لها. يبقى اذا الاوفيشال فوتو هي القاعده الثانيه ان انا لازم احطها في رايتنج السي في بتاعي. القاعده الثالثه هي الايميل والموبايل نمبر. طب ايه اهميه الايميل والموبايل نمبر؟ زمان كانت الناس بتكتب من ضمن بياناتها تكتب بيسموها البيرسونال انفورميشن، بتكتب المعلومات الشخصيه. كان ايه المعلومات الشخصيه؟ بيكتب اسمه، عنوانه، رقم تليفونه، هو ساكن فين، الحاله الاجتماعيه بالنسبه له ايه، متخرج منين، تقديره ايه، لو متزوج ولا مش متزوج، طب عنده اطفال ما عندوش اطفال. كل الكلام ده تمام اصبح دلوقتي ملوش اي معنى خالص. كل المطلوب من حضرتك ان انت بتكتب مجرد الايميل بتاعك ورقم تليفون. طيب النهارده احنا معانا كذا رقم تليفون، معايا ممكن نقول 3 ارقام تليفونات، معايا فودافون واورنج ومعايا اتصالات ومعايا وي كمان. طيب هي ترى احط كام رقم تليفون؟ هل احطهم كلهم؟ لا، تحط رقم تليفون واحد فقط، ما تحطش اكتر من كده، ويكون رقم التليفون ده هو اللي اوريدي عليه الواتساب بتاعك. يعني ما تحطش رقمين مثلا الفودافون واورنج او اتصالات ووي، لا حط رقم واحد بس عشان هو دوت اللي اوريدي هيتم التواصل معاك عليه، ويكون هذا الرقم دايما مفتوح ومش مغلق. يعني ما ينفعش اتصل بيك انا كانترفيور او كريكروتر واجي اتصل بيك الاقي التليفون مغلق او التليفون مش موجود او انا حاطط ناسي الرقم او كل الكلام ده، ما ينفعش. لازم تكتب ايميل، وهذا الايميل يكون ايميل بروفيشنال. بمعنى ايه؟ ما ينفعش انا كطالب او انا كشخص باجي اقدم لوظيفه والاقي الايميل باسم مثلا دودو او باسم ميمي او باسم مثلا حماده، ما ينفعش. لازم اكتب الايميل بتاعي، حتى لو انا عندي ايميل فان يعني بيني وبين اصحابي وبهزر فيهم مع بعض، لازم اعمل ايميل جديد على الجيميل او واتيفر على اي سيرفر، على اي سيرفر اكتب اسمي فلان الفلاني، محمد دوت احمد، ليلى دوت يحيى، اي اسم. الاسم بتاعي يكون اسم بروفيشنال، اكتبه على الايميل عشان هو ده اللي بيعبر عن شخصيتي اللي انا الناس اوريدي هتتواصل معايا عليها. يبقى اذا هنا اكتب ايميل او اعمل ايميل يكون بروفيشنال. تاني نقطه اني احط رقم تليفون واحد فقط في السي في بتاعي. النقطه رقم 4 ان يكون اورجنايزنج وارنجنج، يعني يكون منظم ومرتب. يعني ايه منظم ومرتب؟ يعني ما ينفعش مثلا ان انا احط البيانات الشخصيه في الاول زي زمان كان بيحصل، احط بيانات شخصيه في الاول وبعد كده ابتدي احط مثلا احط عندي الهوايات، وبعد كده احط عندي مثلا الهوب الاوبجكتيف او الهدف الوظيفي.
وبعد كده احط عندي مثلا الاكسبيرينس بتاعتي. ما ينفعش في ترتيب معين، ترتيب معين هنشرحه واحنا بنتكلم فيه مع بعض، ترتيب معين للسي في تمام هيوضح لنا لازم تحط النقطه دي وبعد كده النقطه دي وبعد كده النقطه دي. طب الترتيب ده جه منين؟ جه من اهميه او بيسموها ايه اللي هو اتش ار. بص على ايه، انا ك اتش ار لما باجي بشوف سي في، السي في دوت ببص على نقط معينه. اول حاجه ببص عليها هي الاكسبيرينس بتاعتي، ببص على الـ هذا الشخص متناسب مع الوظيفه ولا لا. يبقى اذا اول نقطه احطها عندي في السي في او ثاني نقطه بالتحديد هتكون الاكسبيرينس بتاعتي. طب انا كطالب هل انا عندي اكسبيرينس؟ هنشوف مع بعض واحنا بنشرح دلوقتي هل اكتب ازاي انا كطالب او انا كفريش جرادويت اكتب ازاي النقط بتاعت الاكسبيرينس بتاعتي. يبقى اذا رابع نقطه في الرولز اللي خاصه في السي في بتاعي يكون منظم ومرتب، ما يكونش فيه اي نوع من انواع الهرجه. النقطه رقم 5 honesty، الامانه. بمعنى ما ينفعش ان حضرتك تكتب معلومات خطا او تبالغ في المعلومات. ليه؟ لسببين. اول حاجه لان انا كراجل انترفيور او انا كاتش ار لما اجي بقرا السي في بتاعك انا عندي خبره شويه وفاهم طبيعه الشغل عامل ازاي. ما تكتبليش ان انت عندك خبرات مثلا كتيره جدا وانت لسه عندك 20 سنه او انت عندك 22 سنه او انت عندك 23 سنه. ما ينفعش، لان انت طول ما انت بتبالغ في هذه الخبرات بحس ان الموضوع مش يعني مش منطقي، الموضوع في كذب او في غش تمام. فبالتالي لا، اكتب فقط اللي انت فعلا عملته، اكتب فقط خبراتك، اكتب فقط المهارات او الانشطه الجامعيه اللي انت اشتغلت فيها، اكتب النشاط التطوعي اللي انت اشتغلت فيها، اكتب فقط اللي انت عملته. ما تقولش ان رحت وخليت وسويت واشتركت هنا واشتغلت هنا واشتغلت هنا، لان لو تم اختيارك في الانترفيو وتم اكتشاف ان هذا كذب عليك صدقني بيبقى تاثيرها وحش جدا، لان انت حتى مش بس تاثيرها عليك في الوقت الحالي لكن تاثيرها عليك كمان في المستقبل، لان جروب الاتش ارز او مجتمع الاتش ار مانجرز كلهم بيسمعوا على بعض. فبالتالي هيقول ايه ده، هو انت رحت لشركه فلان الفلاني؟ اه لا والله خد بالك عشان هذا الشخص اوريدي بيكذب، ده شخص كذاب. فخد بالك جدا، اكتب في السي في فقط اللي انت فعلا خدته وفقط اللي انت فعلا مارسته وعندك فيه اكسبيرينس وعندك فيه خبره، خليك امين عشان تحصل فعلا على الوظيفه. ديت خامس قاعده من قواعد كتابه السي في. طيب النقطه اللي بعد كده اللي هي النقطه السادسه، اكسبيرينس سبورت او دعم الخبره. يعني ايه هي دعم الخبره؟ دعم الخبره يعني بمعنى صح ايه الخبرات اللي انت اوريدي يعني اكتسبتها او ان انت اشتغلت عليها او ان انت حصلت عليها اثناء فترتك في الجامعه. طب انا ما عنديش خبرات. لا خد بالك انت عندك خبرات، ممكن تكون خبراتك ديت انشطه طلابيه اشتركت فيها، اشتركت في الجواله، اشتركت في اتحاد الطلبه، اشتركت في لجنه الاسر، اشتركت في لجنه الرحلات، مارست الانشطه التطوعيه مثلا، انضميت مثلا لاحد البارتيز البوليتيكال بارتيز او الاحزاب السياسيه او الانشطه الاجتماعيه مثلا زي جمعيه رساله زي جمعيه الاورمان، مارست نشاط تطوعي معين. كل دي اكسبيرينس انت مريت بيها اكتبها عندك في السي في. هتقول طب هل دي مهمه بالنسبه لي في شغل؟ من رايح مثلا اشتغل محاسب، اشتغل كيميائي، اشتغل في اي وظيفه اداريه، هل دي هتفيدني؟ هتفيدك جدا، لان دوت بيدي مؤشر للانترفيور او للاتش ار مانجر اللي انت اوريدي هتروح تشتغل معاه انك بتشتغل في تيم ورك، انك فاهم شغل التيم ورك. فده بالتالي بيرفع من مقدرتك او بيرفع من الاوبورتيونيتي بتاعتك او فرصتك في الالتحاق فعلا بالوظيفه. فالاكسبيرينس سبورت او الدعم الخبره اللي انت اوريدي حصلت عليها هتفيدك جدا جدا اثناء حصولك على هذه الوظيفه. دي القاعده السادسه في كتابه الايه؟ في كتابه السي في. طيب النقطه رقم 7 هي بريف وذاوت اوميشن، اختصار بدون تطويل تمام. اكتب السي في بتاعتك في البدايه مختصره. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ما تقولش انا رحت مثلا خدت كورس مثلا اكسل في المكان الفلاني والمكان الفلاني دوت كان بيدرس فيه فلان الفلاني، وبعد كده رحت خدت مثلا كورس انجلش في سنتر فلاني وحصلت على جريد كذا واتعلمت فيه 1 2 3 4. كل ده ما يهمنيش، انا يهمني انت عندك الاكسبيرينس ولا لا، انت عندك التالنت ولا لا، انت عندك المهاره ولا لا. وخليني احكي لكم حاجه حصلت شخصيا مع بعض الستودنتس اللي كانوا حابين ان هم يشتغلوا في احد الشركات اللي انا كنت اوريدي مسؤول عنها. كنت محتاجين وظيفه سكرتاريه، فحطيت في الاعلان ان احنا عايزين سكرتاريه مجرد ان هي عندها خبره بال
اكسل والوورد والفايلنج، مش عايزين اكتر من كده. جت فعلا بنات وجايبين معهم شهادات ان هم اوريدي انا واخد الشهاده من هنا واخد الشهاده من هنا، معايا انجلش ومعايا ومعايا ومعايا. قلت لها برافو جدا حضرتك، ادي اللابتوب ابتدي اقعدي عليه، اكتبي لي ملف وورد، اعملي لي سيفنج، اعملي لي فورمات للملف الوورد بتاعي، او اكتبي لي شيت اكسل، افتحي لي شيت اكسل اكتبي لي عليه بعض البيانات، حطي لي عليه بعض المعادلات وحلي لي هذه المشاكل مثلا او 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 مارسي قدامي انت اللي اتعلمتيه. لقيتهم صفر، مش متعلمين اي حاجه خالص. تمام، طيب ده معناه ايه؟ معناه ان هم حصلوا على شهادات لكن ما مارسوش هذه الشهادات او ما اشتغلوش على هذه الشهادات اللي هم اوريدي اشتغلوا عليها. فلما اجي اكتب في السي في اكتب حاجه تبقى انا فعلا عندي فيها خبره. عشان كده حاول دايما لما تيجي تاخد اي شهاده مارس اللي انت خدته، لان انت هتتسال في اللي انت اوريدي معاك الشهاده فيه. مش مهم تاخد شهاده من جامعه او تاخد شهاده من مركز او تاخد شهاده منك او اونلاين، لكن المهم ان يكون عندك مهاره في هذه الوظيفه، ودي هتفيدك جدا بكتابه السي في بتاعتك بشكل مختصر. هيبقى عندك مهاره معينه، مثلا انا بشتغل مثلا ماركتير، انا بشتغل ديجيتال ماركتنج. طب بشتغل ايه في ديجيتال ماركتنج؟ هل بشتغل كونتنت اديتور؟ هل بشتغل مثلا ميديا باير؟ هل بشتغل مثلا ان انا زي ما بقول مثلا بعمل اعلانات؟ هل بشتغل ان انا ديزاينر؟ بشتغل ايه مثلا في الديجيتال ماركتنج؟ تمام، انا بشتغل في القطاع ده. فكل ما انت بتكون مختصر في السي في، كل ما السي في بتاعتك بتبقى فرصه اعلى بكتير جدا انها فعلا تحصل على الوظيفه اللي انت فعلا محتاجها، لانها زي ما قلت بتلمس احتياج الايه الانترفيو او الشركه الطلب. تمام، طيب اخر نقطه خالص، سبميت فور ذا ريكوايرد جوب. النقطه دي مهمه جدا يا شباب. بمعنى ايه؟ مثلا لما جيت طلبت الاعلان ان انا عايز سكرتاريا، لقيت ان ناس تبعت لي تقول لي انا وظيفه محاسب، ناس تقول لي انا وظيفه مثلا كاستمر سيرفيس، ناس تقول انا وظيفه مثلا ترانسليتور، انا مبرمج، انا مترجم، واحد يقول لي مثلا انا مبرمج. طيب دي ما تهمنيش، انا مش محتاج الوظائف دي، انا محتاج سكرتاري. طيب يبقى معنى ده ايه؟ معنى دوت ان القاعده المهمه جدا في رايتنج السي في، تكتب السي في، انك توجهه للوظيفه المتاحه. طيب ناس شباب بتقول هنا ايه؟ ما هو مش مشكله، هو النهارده طالب مثلا سكرتاريا، ممكن بكره يطلب محاسب، اهي السي في بتاعتي معاك. على فكره ما حدش بيبص عليها، لان يوم ما هطلب محاسب فانا مش هبص على السيفيهات القديمه اللي اتبعتت اثناء كتابه السي في، اثناء كتابه احتياجي للسكرتاريا. انا بطلب اعلان جديد ان انا عايز محاسب، او اعلان جديد ان انا عايز كاستمر سيرفيس. فاذا بالتالي اللي انت بعته ما حدش بيبص له، بيهمل، بيتعمل له ديليت. فما تبعتش السي في بتاعتك لشركه غير على الوظيفه اللي فعلا مطلوبه. حضرتك عندك اكسبيرينس بكذا، ابعتها فقط لهذه الشركه، ما تبعتش عشوائي، لان ما حدش هيبص عليك، والناس هتقول ان هذا الشاب او هذه او هذه الشابه ما هوش منظم، ما هوش منظمين. مش بيقولوا بقى ساعتها ان هم شباب يعني بيدوروا على شغل فخلاص فهتحتفظ بالسي في بتاعهم معانا. لا، الكلام ما بيحصلش. الكلام اللي بيحصل ان يقول لك الشباب غير منظمين، فبالتالي يقول لك شكرا جدا جدا، يبتدي يهملوا هذا السي في وما حدش بيبص لها مره ثانيه. تمام، دول اهم القواعد اللي بتساعدك جدا انك تكتب سي في. سمبلسيتي، كون بسيط، اوفيشال فوتو، تاخد ديك صوره بشكل محترف، ايميل وموبايل نمبر، ايميل بروفيشنال طبعا، يكون مكتوب باسمك مش مكتوب باسم مستعار، لا دودو ولا ميمي ولا الواد الشقي ولا فانكي ولا كل الكلام ده. موبايل نمبر رقم واحد بس اللي كتب فيه. اورجنايزنج وارينجنج، يكون منظم ومرتب بشكل معين هنتكلم فيه. اونستي، يكون امين، ما تحطش فيه معلومات زياده. اكسبيرينس سبورت، دعم الخبره او المهارات اللي انت عملتها اثناء حياتك الجامعيه اللي انت اوريدي اشتغلت فيها. بريف وذاوت اوميشن، يكون مختصر بدون تجاوز او بدون تطويل، يكون محدد عشان ما تزهقش الانترفيور او تزهقش الريكروتر ان هو بيقرا كتير، هو بيركز على نقط معينه يحتاجها هيتصل بيك، ما احتاجهاش شكرا، ممكن بعد كده يتصل بيك تاني. سبميت فور ذا ريكوايرد جوب، يكون بعته فقط للوظيفه اوريدي اللي انت فعلا محتاجها او اللي الشركه فعلا محتاجها. طيب هنا هنتنقل لنقطه بعد كده، وهي تايبس اوف سي في. يا ترى احنا عندنا في كام نوع من انواع السي فيات؟ كتير جدا بنفتكر ان احنا عندنا نوع واحد بس، اللي هو بكتب السي في بتاعي وببعته.
للانترفيور او للشركه اللي طالب. الحقيقه لا، انا ما عنديش كده. انا عندي ثلاث انواع من السي في. اول نوع اسمه التايمينج سي في. يعني ايه التايمينج سي في؟ التايمينج سي في اللي هو بينظم السي في بتاعته طبقا للوقت، وده الشائع. بمعنى ايه؟ بيقول مثلا انا اشتغلت في خلال الفتره من كذا لكذا في شركه كذا، اشتغلت مثلا من 1/1/2020 الى 1/3/2020 او 2021 اشتغلت في وظيفه مثلا ديزاينر في شركه من الشركات، اشتغلت في وظيفه كذا. فاذا ومن 1/3 او 1/4/2021 مثلا ل 15/6 اشتغلت في وظيفه كذا، فده بيسموه التايمنج، ان انا بحدد فيه الوظائف بتاعتي طبقا للوقت. يعتبر هو دوت الشائع، ان معظم السيفيات تتبعت بهذه الطريقه، اللي انا اشتغلت من خلال الفتره من كذا الى كذا. ده اول نوع من انواع السيفيات. تاني نوع بروفيشنال شويه اكتر، وهو الفانكشنال. الفانكشنال او او اللي بيسموه الايه، التطوير المهام الوظيفي، يعني المهام الوظيفيه. بمعنى ببتدي انظمها مش طبقا الى الوقت، بنظمها طبقا للمهارات. بمعنى ايه؟ هقول في الاول خالص انا كنت بشتغل سيلز اكسكيوتيف او مندوب مبيعات، تمام. وبعد ما اشتغلت مندوب مبيعات، مش هقول اسم الشركه لان انا اشتغلت في شركات كتير، او ممكن اقول اسم الشركه مثلا مندوب مبيعات شركه الف بيه وجيم مدال. بعد كده بقيت سيلز سوبرفايزر، مشرف مبيعات في شركه 1 2 3 4. بعد كده بقيت سيلز مثلا اريا مانجر بكذا كذا كذا كذا. مع كده بقيت سيلز مانجر بكذا كذا كذا كذا. يبقى اذا انا هنا بكتب السي في بتاعتي بشكل تطور اداري وتطور مهاري. طب هل ده بينفعني انا كطالب الجامعه؟ الحقيقه لا، دوت مش بينفعك، انما بينفع الناس الكبار، ينفع ناس عندها اكسبيرينس، اوكي، الناس اللي عندها خبره معينه. فطب انا كطالب استخدم ايه؟ انت كطالب بتستخدم النوع التايمينج، بتستخدم التايمينج، مش بتستخدم الفانكشنال. الفانكشنال ده بعد فتره معينه، مثلا بعد 10 سنين 15 سنه من الشغل، بيبقى عندك خلاص حصل معاك تدرب وظيفي، بحيث انك تقدر ساعتها انك تعيد صياغه السي في بتاعتك. لان طبعا السي في ما بتفضلش زي ما هي من ساعه ما اتخرجت لحد ما مثلا يعني سنه او اثنين. بالعكس، انت كل سنه بتطور من نفسك وتضيف فيها حاجه جديده، كورس اخدته جديد، مهاره اخدتها جديده، شغل اشتغلته فيه، كل الحاجات اللي انت اوريدي اشتغلت عليها، تمام. طيب يبقى اذا اول نوع هو التايمينج، ثاني نوع هو الفانكشنال، ثالث نوع هو التوتال. ايه هو التوتال؟ التوتال بيشمل الاثنين مع بعض، بيشمل التايمينج وبيشمل الفانكشنال. بكتب فيه بالترتيب المهاره اللي انا اشتغلتها في خلال، مثلا انا اشتغلت كخالد، مثلا انا كخالد اشتغلت من شهر من 1/4/2000 الى 1/3/2004 اشتغلت كذا وكذا وكذا وكذا. اشتغلت مثلا محاسب، وبعد كده اشتغلت محاسب، بعد كده اشتغلت مثلا ايه، امين خزنه، بعد كده اشتغلت مسؤولا حسابات العملاء. يبقى اذا انا بكتب في خلال فتره معينه اشتغلت في كذا مهام وظيفيه، اوكي. يبقى اذا ده اللي بيسموه التوتال، انا اشتغلت كذا مهام 1 2 3 4. ده التوتال، بيشمل التايمينج وبيشمل الفانكشنال مع بعض. يبقى دولك ابسط ثلاث انواع، طبعا في انواع كتيره جدا، لكن دولك اهم ثلاث انواع او ابسط ثلاث انواع في السي في. انا كطالب استغل ايه؟ بستغل التايمينج او بكتب التايمينج بتاعي، تمام. وبعد ما اكبر شويه بستغل الفانكشنال، وبعد كده لما بكبر اكتر وعندي اكسبيرينس بحط التوتال بتاعي. تعال ناخد نموذج حوالين التايمينج سي في، تمام. ده السي في لواحد اسمه احمد مصطفى. احمد مصطفى كاتب السي في بتاعته. شوفوا هو منسقها ازاي. اول حاجه كاتب بيرسونال انفورميشن، كاتب عنوانه، كاتب رقم تليفون، كاتب الايميل بتاعه. خد بالكم الايميل مكتوب ازاي، مكتوب احمد بعرف معلش انا حضرتك السلايد مش موجود خالص. ازاي انا سلايد يا فندم؟ اللي هو السي في بالظبط. هو باين عندي، مش 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 مكتوب عندكم، مش باين عندكم بيضه. هي واقفه السلايد بتاع اللي هو حضرتك. انا سلايد الواقفه اللي هي اللي فاتت، اللي هي ديت التايبس اوف سي في. فندم معليك، الصوره اللي هو الفرق اللي هو الشاشه الرئيسيه اللي فيها اسم حضرتك وصورتك هي اللي موجوده. ازاي الكلام ده؟ لا بعد اذن حضرتك، بس عايزين الناس تتابع مع
طبعا ده انا عمال اشرح في سلايدز كل الكلام ده، انا بشرح في سلايدز يا فندم. طب استنى بص، انا هعمل ستوب شيرنج وهشغل من جديد. تمام، يا ريت بعد اذن حضرتك. طيب اوكي، انا هعمل ستوب شيرنج وهشير من جديد. اوكي، هي كده ظهر عندكم التايبس اوف سي في، كده ظهر عندكم يا فندم. استني واحده، اعمل تاني كده.